اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر برحب بيكم في عياده بادجي، وبقدم لكم في فيديو النهارده اسعار العصافير بسوق السيده عائشه ليوم الجمعه 20/8/2021، واللي شهدت انفراجه امل في الاسعار والبادجي بدا يتحرر وبدات الاسعار ترتفع والتجار بداوا ينزلوا ويشتغلوا. في اول السوق كانوا بيحاولوا ان هم يوقعوا السعر، ولكن في اخر السوق الناس بدات تشتري باسعار اعلى من الاسابيع اللي فاتت مع انقضاء فصل الصيف، وبدأ الحر يفوت خلاص وداخلين على فصل الخريف والجو هيتظبط، الأسعار هتبدأ تتعدل، باب التصدير هيبدأ يتفتح، والمرحلة الجاية هتشهد ارتفاع كبير جدا في أسعار العصافير. فلو كنت مربي أو هاوي وعندك مخزون خليه كمان شهر ولا اتنين وبيع بأحلى سعر، ومش هيخسرك حاجة، لأنك على قد ما بتأكله على قد ما هتبيع عمر كبير، فبالتالي سعره كمان هيزيد. خلينا على طول ننتقل للتقرير بتاعنا، ولكن بعد الانترو. اهلا بكم اصدقائي مرة تانية، ولو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك تنبيه بكل فيديو جديد بينزل على القناة. ولو كنت متابع قديم ليا فانت اكيد عارف ان التقرير ده بينزل كل اسبوع، وفي خلال الاسبوع فيديوهات قيمة جدا للمبتدئين بالتحديد واصحاب الخبرات المحدودة في تربية طيور الزينة وخاصة البادجي. ننتقل مباشرة الى التقرير بتاع النهاردة، واللي بنبدأ فيه باسعار البادجي. الصغير كان ب50 والكبير ب70، سعره مش بطال بالنسبة للأسابيع اللي فاتت، ولكن في الأسابيع الجاية الأسعار هتزيد كمان وكمان. بالنسبة للعين الحمراء 70 والكبير 90، الفالو 100 والكبير 140. طبعا العين الحمراء تشمل اللاتينو والألبينو، الفالو بيكون أعلى 100 و140، وبالنسبة للشكري برصاصي 300 والكبير ب500، والتكساس ب125 والكبير ب200. أما بالنسبة للبلاك وينج الأخضر كان ب1500 جنيه والكبير ب2500، البلاك وينج الازرق ب4000 والكبير ب5000. طبعا دي الحاجات النورمال بدون فلل وبدون اي حاجه. بالنسبه لتركيبات الرينبو كان سعر جوز الزغاليل منها 120 والكبير 150، اما بالنسبه للرينبو فكانت ب400 والكبير ب600، الشوش والكرك ب120 والكبير ب150، وبالنسبه للفلل ب250 والكبير ب350. فول اللاتينو فول الألبينو تقريبا سعر واحد، 550 للزغليل و750 للكبير، وبالنسبة للفول للأسوينج الأصفر كان ب800 والكبير ب1100، أما الفول للأسوينج الأبيض كانت ب600 والكبير ب900. ناخد بالنا من فرق السعر، الأصفر دايما أعلى من الأبيض في الأسعار. أما بالنسبة لفلل تركيبات رينبو كانت ب800 والكبير ب1100، وفلل الرينبو كانت ب1500 والكبير ب2000، وبالنسبة لانصاص الإنجليزة كانت بتبدأ من 250 والكبير ب450، والإنجليزي كان ب250 عفوا 1250 1300، والكبير كان بيبدأ من 2000 جنيه. من البادجي للكوكتيل يا قلبي لا تحزن، ننتقل بقى لاسعار الكوكتيل. الكوكتيل الحبشي كان ب140 والكبير ب220، ولم التجار في الكبير كانوا بيلموا الذكور فقط. اما بالنسبه للفون فكان نفس السعر 140 والكبير ب220، والايزابيلات كانت ب250 والكبير ب350. اما بالنسبه للبصمات فكان ب450 للزغاليل والكبير ب600، واللاتينو ب350 للزغاليل والكبير ب450. بالنسبه للوايت فيس الرمادي كان ب300 والكبير ب450، الايزابيل الفرنساوي كان ب400 والكبير ب550، والمصبعات الفرنساوي كانت ب400 والكبير ب600. اما بالنسبه للالبينو فسعر الزغليل تقريبا واقف عند 1000 جنيه، والكبير 1400، واللي بصراحه مش عاجبني سعره خالص، لان الالبينو ده كان بيوصل الكبير ل 2000 جنيه في شهر من الشهور، ولكن جوه شويه بعيد عن الصيف. وبكده نكون انتهينا من اسعار البادجي والكوكتيل. هننتقل بقى لاسعار الروز والفشر والبغبغانات وعائلة الفينش والحسون والجاو والحاجات الجميلة دي كلها. ولكن قبل ما نكمل، لو كنت اول مرة تابعني وما اشتركتش في القناة فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك تنبيه بكل فيديو بينزل على القناة. تقريبا بننزل فيديو يوميا او يوم ويوم تقريبا، كل فيديو بيكون فيه معلومات قيمة جدا ليك كمربي مبتدئ او صاحب خبرات محدودة في تربية طيور الزينة. اهتمامنا الاول والاخير في القناة هنا لاصحاب
خبرات الصغيرة لسه ما عندهمش خبرات، والمبتدئين، قوائم التشغيل مختلفة في القناة، خد لك جولة، أمراض الطيور، علاج الطيور، فقرة سؤال وجواب، بالإضافة لدراسة جدوى قيمة جدا هتفهمك كل تفصيلة في تربية طيور الزينة من الهواية إلى الاحتراف، وكمان في كورس مكثف للمبتدئين موجود برضو بوصف القناة تحت عن تربية طيور الزينة وأساسيات تربية البادجي. لو صفر خبرات هتطلع من الكورس ده عندك خبرات قوية جدا جدا. يلا نكمل مع بعض أسعار الرز. بالنسبة للرز الأخضر كان ب 200 والكبير ب 300، والألوان برضو نفس السعر 200 والكبير ب 300. أما بالنسبة للرز اللاتينو كان ب 300 والكبير ب 400، ورز الألبينو ب 600 والكبير ب 1100. نلاحظ فرق السعر. والأوبلاين أورانج كان سعره نفس سعر الألبينو روز ب 600 والكبير ب 1000 جنيه. أما بالنسبة للفشر الأخضر كان ب 200 والكبير ب 300، وكذلك الإسبريتات نفس السعر 200 والكبير 300. أما بالنسبة للاتينو فشر ب 450 والكبير ب 600، والألبينو فشر ب 400 والكبير ب 550. في كل مرة خلال الأسابيع اللي فاتت كنا بنلاحظ إن سعر الزبرة أعلى من البادجي، وللأسف لحد النهاردة برضو لسه سعر الزبرة أعلى من البادجي. البادجي لسه ما ارتفعش سعره زي ما احنا عايزين وزي ما احنا متعودين نبيع بيه، ولكن في الاسابيع اللي جايه هيكون في ارتفاع ملحوظ. الزبره الكبير النهارده كان ب 80، بالنسبه للغوامق والفواتح ب 90 والفراوله ب 100. ده بالنسبه لاسعار الزبره، يعني اصغر او اقل جوز زبره دلوقتي شغال اغلى من سعر البادجي الشغال. ده بالنسبه طبعا للسوق ولما التجار. اما بالنسبه للمطبوخ كان ب 175 والكبير ب 250، الجاوة الحبشي ب 180 والكبير ب 250، الفون ب 350 والكبير ب 550، السيلفر كل ده طبعا سيلفر جاوة وفون جاوة، سيلفر جاوة ب 250 والكبير ب 350، واخيرا الجاوة الابيض كان ب 200 والكبير ب 300. ننتقل بقى لاسعار الكناري. والكناري الكبير كان بيبدأ من 400، عفوا الكبير كان بيبدأ من 600 650، والصغير كان بيبدأ من 400 450. اما بالنسبة للحسون تفريغ كان ب 300 الزغاليل، والكبير ب 450 مش الصيد طبعا، والجولدن فينش كان ب 1500، اليمام الماسي 250 والكبير 350، وعصفور المينا ب 250 والكبير كان ب 400 450 في الحدود دي. بكده نكون انتهينا من اسعار العصافير، بادجي، كوكتيل، روز، فيشر، زيبرا، جاوة، كل ده خلاص انتهينا من اسعاره. ننتقل بقى ونختم باسعار البغبغانات. بالنسبة للدر الهندي كان ب 2000 للزغليل، والكبير ب 2500، الروزيلا ب 2500 والكبير ب 4500، السنكنيور كان ب 5000 والكبير ب 9000، كويكر الأخضر كان ب 2500 للكبير، والزغليل ب 1600. أما بالنسبة للبغبغاء السنغالي كان ب 1800 والكبير ب 3000، والذرة الأمريكي كان ب 8000 للزغليل والكبير ب 13000 جنيه. وبالنسبة لملك البغبغانات الكشكول الأفريقي تفريخ المصري كان ب 9000 جنيه للفرد الواحد كبداية. وانت بقى وهوايتك وتربيتك وعدد الكلمات وعلى حسب يعني التدريب اللي عليه، السعر كمان ممكن يوصل ل 10 او 12 الف على حسب تدريب الفرد. بالنسبة طبعا لكاسكو الافريقي اللي هو الصيد كان تقريبا في حدود 5.5 6 في الرينج ده. اسعار بقى الحبوب بالنسبة للنهاردة في السوق كانت الاسعار مرتفعة شوية، خاصة البلكم والفلارس. الفلارس رفع ل 20 جنيه، الفلارس زي ما شهرين ثلاثة كان ب 18، ولكن للأسف رفع الفترة الأخيرة. البلكم ب 10 والدنيا ب 9، دايما مع حلول فصل الصيف الأسعار بتكون مرتفعة في كل حاجة، والدنيا ب 9 قلنا، يبقى الدنيا ب 9 والبلكم 10 والفلارس 20. اللب كان بيبدأ من 13 جنيه، والمحار كان بيبدأ من 50 55 60. طبعا كل دي أسعار مرتفعة جدا بالنسبة لأسعار الاسعار الحبوب. الحبوب كانت تبقى اقل من كده بكتير، الدنيبة كان في يوم من الايام ب 7 والبلكم كان ب 8، واسعار كانت كويسة يعني في المتناول، ولكن مش هنختلف، وهي دي اسعار السوق الفترة دي. وبكده نكون انتهينا وصلنا لاخر الفيديو بتاع النهاردة، واخر تقريرنا الاسبوعي واللي بننزل بيه كل اسبوع، وموجود عندك بقائمة تشغيل بالقناة لو حابب تراجع الاسابيع اللي فاتت. لو الفيديو عجبك او حبيت ترجع له في اي وقت اعمل لايك، هتلاقيه موجود عندك بقوائم التسجيلات التي اعجبتك في حسابك على اليوتيوب اللي بتتابعني منه دلوقتي، وتابع باقي قوائم التشغيل اللي موجوده بالقناه. هتكتسب خبرات قويه جدا لو كنت مبتدئ او محدود الخبرات، بالاضافه لفقره سؤال وجواب وكورس المبتدئين.